régiment. On a reçu un télégramme. Un télégramme du commandant général? Non, le commandement de régiment. Contrarié, lieutenant. Pourtant, vous avez mis la main sur quelques-uns des agresseurs du général, non? Ce n'est rien, mon commandant. Ils ont quand même montré quelques résistances. Il y a un télégramme pour vous. Un détachement de fantassins a poursuivi les agresseurs qui se sont enfuis vers la capitale. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas d'ici. Et vous, comme d'habitude, vous avez rempli votre voiture de cadavres. Je n'ai fait que mon devoir, mon commandant. Et je m'inquiète pour l'armée française en présence d'officiers comme vous. انطبشت براسكم يا شفيقة. نحن نفدنا لأنه نايف طلع على العريف بالعالي. تعرفي يا فوزية، الشيء اللي سووه ما خلاني أزعل، لأنه اللي صار فيهم بالغابة أكبر بكتير. لو أنا ما كنت درياني إنه الشباب طالعين. يعني وإذا دريتي شو كنتي ساويتي؟ يعني كنت ما خليت عبد الغني يطلع لحاله. مرحبا، أهلين ليلى. مرحبا يا صبايا. أهلين ليلى. الحمد لله على سلامة درغام وعبد الغني. ليش انتي عرفتي باللي صار؟ صحيح أنا بنت آغا، بس بعرف وبيهمني كل شي عم يصير بالبلد. مرحبا يا صبايا. شايف أحلى بنات البلد مجتمعين مع بعضهم اليوم. على كل إن كنت حابب أحكي معك كلمتين يا شفيقة، بس يظهر الوقت مو مناسب. بعمر ما كان في حديث بيناتنا يا سامح أغا، لا هلأ ولا بعدين. رح بيصير. أهلا سيادة الكوماندان. أهلا وسهلا مدام. مثل ما طلبت يا سليم أغا، هاي الكوماندان إجا بنفسه مشان التفتيش. يا أهلا وسهلا، البيت وأصحاب البيت على حسابكم، شرفوا. مسيو لاران، êtes-vous en possession d'armes dans votre demeure؟ عم بيسأل الكوماندان إذا في أسلحة بالبيت. آه طبعا، وإلا ما بكون أغا إذا ما كان عندي رجال مسلحين. مسيو لاران، j'accepte que vous gardiez vos armes, à la seule condition qu'elles servent l'intérêt de la paix dans cette région. Je ne viens donc pas pour vous les confisquer, il s'agit juste d'une visite de courtoisie. Le commandant me wafa انك تخلي سلاح بالبيت مشان تساعد بالحفاظ على الامن والاستقرار. هو هون مو مشان تفتيش، بصدد زياره وديه لا اكثر ولا اقل. يا اهلا وسهلا، شرفوا تفضلوا. بتبقي بتبلغي مثل ما هو بده يحافظ على هيبته، أنا كمان بدي أحافظ على هيبتي. شرفوا.
لحظات أمني يا مجنون. يا جماعة حقوني يا ناس. يا رب يا شفتي يا مجنون يا ناس تعال طلتني يا رب يا مجنون يا رب يا مجنون وانت مرضك طويل ابن حرام. المهم صاروا يعرفوا انه بمنطقتنا في سوار، والمره الجايه راح يحسبوا حسابنا. بس انا لهلا ما عم بقدر افهم ليش ما قوصته مره ثانيه. لانه شهم وزقلت ما بتقوص على واحد منصاب. وهو لو كان ضرعان منصاب او انا كان تركنا. هذا الفرق يلي بينه وبينه. نحن اصحاب حق وعم ندافع عن حقنا بشرف. الكلام اللي عم يحكيه ببسطه كثير صحيح. على كل حال انت وقفت معنا وقفه قصيره. هذا واجب يا نظام. كنت بتمنى شارف اكثر منك. شو رايك دحام؟ نمشي؟ نمشي. بكره الصبح مر لعندك وباخذ. الله معكم. يلا اصبح على خير وانت من اهله. يا شفيقة الفرنساوي مو هدفه يحتل الأرض وبس، لا هدفه أكبر من هيك بكتير. هدفه يخلي الخوف جواتنا لحتى يشلنا وما يخلينا نساوي اللي بدنا إياه، وهيك تفقد حياتنا كل معناها. معنى حياتنا نحن الوحيدين اللي بنقدر نحافظ عليه. مشان هيك أنت بترجعي تشتغلي على النور، وأمك بتولد نسوان الضيعة، ومنايف ترجع بتحكي حكاياتها، وكل واحد بيساوي اللي عليه بس بيساوي بضمير. ساعتها لا الفرنساوي ولا غيره ولا قاعدة عنا. درغام 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 درغام. ليش ما عم ترد؟ لا تواخذني يا ابو مخول، كنت شارد شوي. ايش شو شردت؟ صار لي ساعة عم نادي لك. حقك علي. طمني شو الأخبار؟ يا سيدي مسكوا أسر كسار ورجاله. دخل كسار الحرش وفهم إنه ما في خواص، لازم يقاتلهم، وبلشوا فيهم الطخ من صخرة لصخرة ومن شجرة لشجرة. وبعدين؟ خاف كسار يحاصروه لأنه الفرنساويين كانوا كتار. قال للشباب ينسحبوا، حملوا الجريح وما قدروا ياخذوا شهيدين. Thank you.
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بلغ القمندان إلا شيخ بشير بده يشوفك. شيخ بشير؟ شيخ بشير؟ Qui est ce vieux cher, Mathilde? Il ressemble vraiment à un squelette tout droit sorti d'une tombe. Je vous demanderai de bien vouloir me traduire ce qu'il raconte. هي أول مرة الشيخ بشير بينزل فيها على البلد من أكثر من 20 سنة. Il dit que c'est la première fois que le Cheikh Bachir descend au village depuis 20 ans. Et je vous conseillerais de montrer un peu d'égard à ce cheikh, il est respecté dans toute la région. Laissez-le entrer! Invitez-le à prendre le café avec nous. يا شيخ بشير الكوماندان عم بيرحب فيك وبيعزمك مشان تشرب قهوة معه. الليلة عرفت انه فوق الظلم والقهر يلي عم بتوجهوه لأهل البلد حبستوا انسان بريء. هذا اسمه خرق لقانون الناموس الانساني. لا بيرضى في دين ولا بيرضى في ضمير. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle de Barhoum le fou. Ah oui, le fou. Martin m'a dit qu'il le soupçonnait, mais apparemment il n'est pas complètement fou. أنا بنصح يا مدام انكم تطالعوا برهوم لانه نزلت الشيخ بشير على البلد مو قليلة ابدا. Il vous conseille de libérer le fou car la venue du cheikh est exceptionnelle. Alors ce cheikh est venu spécialement pour libérer son fou. يا شيخ بشير الكوماندان عم بيستغرب انك تجي مشان واحد مجنون مع انه في رجال انحبسوا ما حكيت مشانهم ولا كلمه. بلغي الكوماندان انه الحبس لرجال. رجال بتعرف تتصرف. لكن برهوم ما له غيري وغير اهل البلد يدافعوا عنه. Le cheikh insiste pour que vous libériez le fou. Très bien. S'il le désire, qu'il le prenne et qu'il parte. De toute façon, nous ne savions pas quoi en faire. طلبك كثير غالي يا شيخ بشير. برهوم راح يطلع هلا وبتقدر تاخده معك. Oh.
الله يخرب بيوتكم، الله يوصف عمركم على خراب البيوت، الله لا يوفقكم على خراب البيوت. خلاص يا أمي، خلاص خلاص يا أمي. شايف شو عملوا فينا اولاد الكلب؟ كسروا النول وخربوا البيت. ولا يهمك، نحن النول رح نرجع لك اياه مثل ما كان واحسن. معلش يا خالتي ام شفيقه، ولا يهمك، ابو نايف علمني كيف بلش اشتغل فيه، بعدين بيجي هو بيظبطه. لا تاكي هم. الله يجزيكم خير. كله بيتعوض خالتي ام شفيقه، كله بيتعوض. المهم انه الواحد ما يحط طواطي. وقال هدول أصعب أول كام شهر بالمدرسة الحربية. هن متعودين على الدلال والعسكرية. ما فيها يا أمي ارحميني ويا خالتي دلليني، هاي عسكرية، هدول رح يصيروا ضباط على سن ورمح، هن لازم يدللوهم. ماما اشربي فنجان قهوتك، خلي خالتك أم سعود تشوف لك بختك. بختي وبعرفه، يلي بدي إياه بده يصير. أصلاً مو قاعدة أنا عم بستنى، عم أتعلم من مدام ماتيلد. خدي لكان شوفي لي بختي وشوفي لي ابني خالد شو عم يعمل وشو عم يساوي. يا ستي قدامك فرحتين، واحدة إليك واحدة للي بخصك. واللي شاغل بالك الله يكون في عونه وياخد بإيده ويعطي حسب نواياه وما قصده. آمين يا رب العالمين. اللي شاغل بالك اسم الله عليه نصره طاير ومسائل. طمنيني صحته كيفة؟ إن شاء الله مو جوعان، إن شاء الله مو بردان. يا لطيف، في عنده حية بثلاث روس، ايه منيح اللي داسها ومشي. ومين هاي؟ ايه في غيرها، مقصوفة الرقبة ماتيلد. وشو دخل ماتيلد بابني خالد؟ يا ستي أنا سمعت لك إنها كانت حاطة عينها عليه، مشان هيك رح توصلته بذاتها. ايه ليش لا؟ خالد شب بيرفع الراس، وبيكون صار هلأ ضابط قد الدنيا. وين؟ بباريس. المهم جايتك رسالة بعد ثلاث إشارات. صباح الخير. صباح النور. يسعد لي الصباح. وين رايحة بنتي؟ رح يساوي لك فنجان قهوة وتعي خليني أشوف لك بختك. محلك تعرفي خالي أم مسعود، أنا كل هالشغلات ما بتقطع عقلي. الله يرضى عليك يا أبو يوسف، تشلي كيس سكر وبتقسمه ثلاث حصص، حصتين تبعته للموديع وحصة لمحمود والختيار، وهي مصاري. خلي أخي درغام، خلي. طول عمرك مفضي لك يا أبو يوسف. وبعت لك شوية مطعمات لأولاد المودية، وشو بينقص مصاري رقبتي سدادة. تسلم رقبتك يا كريم يا درغام، لا يكل لك فكري، المطعمات علي. اللي أبو سطيف ما جاب لك شيء؟ لهلأ ما بعد شيء، بس لا تخاف، أول ما بيجيني ببعت لك خبر. عم يقولوا رصاص للرشاش الفرنساوي صعب، بس فيه للبواريد وفيه للإنجليزي. ماشي، أنت خلي لي الموضوع ببالك وأنا هاليومين إن شاء الله بمر عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. درغام خير؟ شوفي شغلت لي بالي. الشيخ بشير نزل على البلد. الشيخ بشير نزل على البلد؟ شو عم تحكي؟ عم يقول لي ابو بسطة انه الشيخ بشير كان بالبلد وقابل القومندان. ما فهمت ليش؟ تاري مبارح كمشوا برهوم، اتقاتل هو وياهم، ربطوه بالإحبال وزتوه بالأسطبل. خاف الشيخ بشير يعملوا ببرهوم مثل ما عملوا بأبو وديع. طيب ليش ينزل من قدره ويروح يقابل هذا الخنزير؟ عم يقول لي أبو بسطة الشيخ بشير طار عقله، خاف الفرنساوي يهدم برهوم قبل ما حدا يدرى ويجرب يهربه. وين الشيخ بشير هلا؟ رجع. يا ابني يا نايف، بدي اقول لك كلمتين. خير عبد الرؤوف افندي، شوفي
يا ابني انت مثل ابني وانا ما عندي غير بنات، مشان هيك عم بقول لك انه انت مثل ابني. الله يطول عمرك يا عبد الرؤوف افندي، خجلتني. يا ابني هدول جماعه حاطين عينهم عليك، هدول ما بيروا عندهم شيء. قبل شوي سالتني المضام عنك، والملازم كمان سالني مره عن طريق العريف. خير شو بده مني؟ ما بعرف، اللي بدي اياه منك انك تنتبه. نحن جماعة ما لنا علاقة، سامعني لك يا ابني. نحن جماعة صغار وصغار كتير. ربوط الحمار محل ما بيقول لك صاحبه. المشكلة يا عمي عبد الرؤوف، ما حدا بيعرف مين صاحبه. نايف افندي، ست ماتيلد ناطرتك بجنينة برا، عايزتك ضروري. مرحبا مدام. واخيرا لقيتك نايف افندي. اذا اعطيتك هديه شو بتعطيني؟ هديه الي انا؟ هي مو هديه، شيء بيشبه الهديه. رساله. رساله من مين؟ من خالد من باريس. شو بتعطيني؟ اللي بتريديه مدام. اللي بريده. خذ هلا اريا بعدين نحكي. نزلي على البلد رجعتني 50 سنة لورا، بس عدم المؤاخذة يا شيخ ما كان لازم تنزل، وما كان لازم تنزل من قيمتك قدامهم. خفت من لحي برهوم يقوم يروح فيها. سامع يا برهوم؟ سامع قديش الشيخ بشير بيعزك؟ الله يرضى عليك، لا بقى تورط حالك ولا بمشكلة. نحن ما منحب الشيخ بشير ينزل على البلد. أنت الوحيد اللي بيعرف يا درغام شو بيعني برهوم بالنسبة إلي. صحيح عن أكبر منه بكتير، بس بحسه مثل أخي، صديقي، ابني. بحسه جزء مني، وين ما راح بالأخير اللي يرجع لي. أنا وياه ما فينا نتخلى عن بعض أبداً. تركب لي قفل كبير على الباب، وإذا انسرق شيء راح بعاقبك. وأنت من اليوم وطالع صرت رئيس المستودع والسجن. والسجن؟ إيه نعم، لأنه هالمحل سويناه سجن. رئيس السجن والمستودع كمان؟ عفارم عليك، فهمت لحالك. لا فهمني شوكت بيك، هذا سجن ولا مستودع؟ إيه نعم، هذا صار سجن. عفوا شوكت بيك، يعني شايف عم توزعوا الشغل بدون ما تسألوا عني؟ ليش مين حضرتك لنسأل عنك؟ أنا متفق مع الكوموندان. صحيح هذا حكي؟ خلص خلص سيدي، معلش بعد إذنك خليني أركب الباب. طيب تفضل عبد الرؤوف أفندي، ورانا شغل كثير. اطلع لاحق أنا. هلا بعت لك اثنين يساعدوك، بدي اياه سجن مرتبة. حيرتونا، طلبتوا مستودع مرتب ساويناه، وهلا بدكم سجن مرتب. سجن ولا مستودع؟ هلا انت شو فارقة معك؟
المهم النص بالنص. النص بالنص كتير سيدي، خليها تلتين وتلت. النص بالنص، وإلا بتلاقي حالك أول واحد مسجون هون، فهمت؟ حاضر. العمى مثل المنشار، طالع أكل نازل أكل. Vous savez, Mathilde, on nous a tellement parlé de la magie de l'Orient. Mais je ne vois que des barbares ici. Oh, bien sûr, je ne suis pas entré à Damas avec le général Gouraud. Mais mes collègues qui sont là-bas n'ont encore rien vu de magique. Il y en a même un qui veut faire brûler la ville. Il a tellement peur des bandes de criminels qu'il s'enferme chez lui la nuit. Enfin, l'essentiel est que ces gens s'habituent à notre présence. Après tout, nous sommes une grande nation, bien plus civilisée et plus puissante que la leur. Mais permettez, mon commandant, à mon avis, nous n'avons encore rien fait. Comment nous n'avons rien fait, Mathilde? J'ai des rapports étroits avec ce vieux Chocat, avec ce prétentieux de Salim, et j'ai employé l'autre aussi, comment il s'appelle, le jeune? Naïf. Voilà. J'ai aussi envoyé l'autre à Paris, celui dont j'oublie toujours le nom. Khalid Abdelbasit. C'est bien ça. À propos, que raconte-t-il dans ses lettres, celui-là? Rien d'important. Des souvenirs et des sentiments sans intérêt. Il n'est pas content de devenir officier? Non, au contraire. Il veut devenir officier de l'armée et non de la gendarmerie. Ce n'est pas grave. À Paris, ils lui feront un lavage de cerveau. À propos, Mathilde, vous disiez qu'il fallait faire quelque chose pour ces retardés. Quoi, à votre avis? Leur donner une école, un hôpital, l'électricité. Et moi, de mon côté, j'ai un grand projet. C'est un projet secret? Non, ce n'est pas un secret. Je vais ouvrir un hôtel et un restaurant. Dans ce coin oublié de Dieu? Au contraire. Cette région est bénie des dieux. Réfléchissez, mon commandant. Elle peut devenir un lieu de villégiature pour nos officiers et leurs familles. Je ne vous avais pas encore apprécié à votre juste valeur, Mathilde. Vous êtes étonnante. مساء الخير. خير امي. في شيء؟
لا أمي ما في شيء. شايفتك مو على بعضك. اليوم اجت رسالة من خالد من فرنسا قال هو مو ناوي يرجع هلا. بده يكمل دراسة وتتخرج ضابط. صحيح الجنرال ما مات بهالضربة بس خلت الفرنساويين يعرفوا انه في بمنطقتنا ثورة وثوار. هالحكي كتير مزبوط. نحن لازم نوجعهم ونورجيهم انه بكل محل بسوريا في ثوار. على الرغم انه ما عندنا رجال كتير وذخيرة بس نحن جاهزين. بدنا همتكم يا شباب. نحن صح عنا ازمة برجال بس الازمة الاهم هي بالسلاح. بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الله معكم. صباح الخير ابو جميل. يعطيك العافية. ابو جميل في عندك شوية زيت؟ اذا ما كان في منلاقي تكرم عينك. Thank you.
مصلحة صنع الجرار لمعصر الزيتون. كل الشغل خير وبركة يا عمي صالح. نحن بنساوي جرار مشان يحطوا فيه الزيت، وهن بيعصروا الزيت مشان يعبونا الخبابي. تعا كلك لأنت. معلش ما بدي، خليني عم بشتغل. أهلين شفيقة. أهلين فوزية. جبنا لك معنا خبز. كانت فوزية عم تخبز وقال اشتهت لك هالخبزات. لا تصدق، هي اللي اشتهت لك ياها. أنتوا التنتين خير وبركة. تفضلوا تفضلوا. نحن جايين نطلوا بس ونجيب لك هالخبزات ونطمن عليك وعلى صالح. هذا من لطفكم. فوزية طمنيني، عبد الغني عم يشتغل على النور. عبد الغني بده فركة إذن. ترك أبي عم يشتغل لحاله وترك نول شفيقة وراح على القهوة. غريبة، ماله بالعادة. ونايف شو أخباره؟ اجته رسالة من خالي، مزعوج كتير. أنا ما عم صدق لألا كيف الخالي تغير هيك وصار يساوي اللي بده إياه الفرنساوي. خالد قلبه طيب كتير وما بنسى. طلعوا شو عملت. هي هدية مني لشفيقة. Vous savez, Mathilde, parfois je pense que vous êtes une espionne. Moi? Et pour le compte de qui? Je ne sais pas. Sûrement pas pour le compte de ces bergers, mais pour les Anglais peut-être, ou bien pour les Russes. Les Russes cherchent maintenant du blé pour nourrir leur peuple affamé. Alors vous travaillez pour les Anglais? Ce serait leur faire trait d'honneur que de travailler pour eux. Ils sont tout simplement des imposteurs. J'aime la femme qui sait reconnaître sa valeur. Et moi, j'aime l'homme qui reconnaît la valeur de la femme. Vous savez, Mathilde, je vais certainement devenir un rat de politique plutôt qu'un combattant de l'armée française. Et alors, si vous pouvez éviter les troubles dans la région, votre victoire sera plus grande que toute celle du général Gouabé. L'essentiel, c'est que nous sommes là pour rester. Et il faut tout faire pour cela. Vous avez sans doute raison. Mais dans ce cas, vous aurez de nouvelles responsabilités. Quand ouvrez-vous votre pension, madame? Vous voulez dire l'hôtel? Dès que je trouve un bon partenaire. Un partenaire? Vous avez besoin d'argent? Non, ce n'est pas une question d'argent. Il faut trouver un homme capable de faire respecter ce projet. Un homme de la région, bien sûr. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Salim ou bien Abdelbasset? Non, ceux-là sont puissants chez nous seulement. Je pense à quelqu'un d'autre. كان يا مكان في قديم الزمان كان في أحد الممالك أمير عادل وحكيم
كان هالأمير حب بنت عمه الأميرة من وقت ما كانوا صغار، وكان بيعرف هالأمير إنه الحياة دولاب وإنه سعادة ما بده. فلما قرر يتزوجها سأل عروسته ليلة العرس سؤال وقال له: أنت والدهر علي ولا أنا وأنت على الدهر؟ جاوبته: رح أضل طول عمري معك على الدهر. وفي يوم من الأيام هجم عليهم قوم هاجوج وماجوج، هدم سعادتهم واختبر قدرتهم. احتدت المعركة بين الطرفين وانجرح الأمير وانحمل على الكتاف، وضلوا يذبحوا بها الناس حتى وصلوا لقلعة العرسان وحاصروها. لما شافت الأميرة حالة الأمير الجريح لبست ملابس الفرسان وبلشت تدافع عن القلعة وكل شي معها من النسوان، وبقيت على هالحالة أيام وليالي حتى يئس العدو وعجز يقهر هالفارس اللي ما بيعرف منين طلع له. فقرر يعطيهم فرصة للنجاة. أعلن قائد الطغيان على الملأ إنه يسمح للنسوان تطلع وتحمل معها أغلى ما بيملكوا. ولما انفتحت بوابات القلعة وطلعوا، ظهرت الأميرة وهي حامل الأمير الجريح، ووراها طلعوا كل النسوان وهن حاملين الجرحى الفرسان. اندهش قائد الجيش وجنوده وقالوا: ننسحبوا، نحن أمنا قاعدة في بلاد فيها النسوان لا بتهمة للجواهر وللمرجان. تعرف يا درغام، لو كانت صحتي بتساعدني كنت طلعت معكم على الجبل وما خليتكم تطلعوا لحالكم، ويلي بيصير له شيء لا سمح الله كنت بقدر عالجه. وهلا ما عم تقصر يا حكيم. على كل حال نحن صار لازم نضرب منطقتنا، شلون همتك؟ وانا دائما مستعد، بتريدوا بجهز لكم مستشفى. المشكله انه هالمستشفى راح تكون بمغاره او بشي جب الجبل. يكون وين ما يكون، انا طول عمري بحلم هيك اعمل مستشفى بعيد وبمكان سري لحتى اقدر عالج فيه الفراريه والسوار. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. شو بصاليه؟ شو بيعرفني؟ الولد ولد لو عمر بلد. شو صاير؟ لك اخي قلنا له بدنا نتجوز امك على سنه الله ورسوله، حسبته رجال وبنفتح معه الموضوع. شو ابو جميل؟ قررت تترك العزوبيه وتتجوز؟ عقبال عندك حكيم. يا ريت يا ابو جميل، انا راحت علي. فيك الخير والبركه. ولا يهمك، انا بحكي لك مع صالح. اخي اذا جوازتي من ام صالح بدي واسطه مع صالح بطلنا هالشغله. إذا بدك يا ابني أنا بحكي لك مع أمك. خالتي أم شفيقة مو المشكلة مين يحكي لي، أنا خايف عمي أبو نايف يقول لحاله دخلناه على بيتنا صار يلعب بديله. يو شو أنت بدك تخطفها ولا بدك تعمل شي ما برضى الله؟ لا أنا رايدة لفوزية بالحلال، بس عم بقول لحالي بكرة بس تخلص الغرفة عمار ببعت حدا يخطب لي إياها. أنت ولاد الأيام كل شي إلكم غير شكل. تعرف يا ابني بزمانه أبو شفيقة الله يرحمه إجا لعند أبي وقال له: عندي هالكمة جيدية وعندي هالطاحون وحابب كمل دين، بتعطيني بنتك ولا بروح بدور على غيرها؟ وكان في غيرك كتير ما هيك خالتي بشفير؟ انت دايما بتحب تخطف الكباية من راس المعون. بتعرف شو قال له أبي الله يرحمه؟ شو قال له؟ تاخدها بس بشرط واحد، إذا بتمد إيدك عليها بيوم من الأيام ما بتعود بتشوفها. ومد إيده عليك؟ لا يا ابني، عمره ما مد إيده علي، وعشت معه أحلى أيام حياتي. المغارة اللي عم تحكي عنها خرجت تكون استراحة بعد الضربة، يعني قبل ما ينشروا جنده. تذكرت في مغارة الديب، هاي المغارة كثير حصينة. عبد الغني نحن بدنا مغارة تعطينا فرصة نهاجم وندافع عن حالنا. في صوت خطوات. شلون قدران تسكن هي؟ الواحد بيهلك ليوصل لعندك. خير، شو سبب هالزيارة؟ درغام انت بتعرف اني انا لا بحب شاكلك ولا اتعاطى معك، بس انا معي مرسال لك. من مين؟ ممكن نحكي لحالنا؟
عن اذنك عبد. خير شو في؟ مدام ماتيل بدها تشوفك، قال في موضوع ضروري بدها تحكي معك. الا انه بيني وبينها ما في اي حكي. مثل ما بدك، انا اللي علي عملته، بس هي اصرت وقالت لي انه اقول لك انه في موضوع كثير مهم لازم تحكي معك. شو انت ما بتفهم؟ عم اقول لك الا انه بيني وبينها ما في حكي. يلا الله معك. Thank you.